سعداء بوجودكم معنا وسعداء إن شاء الله بإن إحنا نقدر نقضي يوم معاكم جميل. ما نقدرش ننسى المجهود المبذول من جامعة MTI، رئيسة الجامعة الدكتور نبيل، الدكتور وليد، إدارة الجامعة الأستاذ محمد فريد أمين عام الجامعة، الدكتور نبيل الدين نائب رئيس الجامعة، الحقيقة بيدونا دعم بلا حدود، بنشكرهم على هذه الدعمات إن إحنا نقدر نجتمع معاكم يوم ونسعد بمشاركتكم اليوم ده وتفرحوا. الولاد الشباب الجميل اللي معاكم دول كلهم اللي واقفين بره هم قاعدين مستنيين إنهم ينطلقوا معاكم عشان تقضوا وقت معانا نقدر نفرحكم فيه ونعوض عليكم جزء من السعادة في أيامكم. كل سنة وأنتم طيبين، وأنا بشكر إدارة الجامعة والقائمين على العمل بها، ومن عميد الجامعة وجميع الكاست الدكاترة والأساتذة والقائمين على العمل جميعا، بشكركم على اليوم الظريف النهاردة. الأولاد انبسطوا جدا، كان يوم حلو قوي قوي، وشايفة البند حلو، الترحاب بتاعكم جميل قوي، أشكركم كل الشكر وكل سنة وأنتم طيبين. أنا أعرفكم بنفسي، مدام نايد عبد الرحمن، مدير إدارة الأسرة والطفولة من الشؤون الاجتماعية المقطم، وقائمة على عمل إشراف الدارات جميعها في المقطم، إدارة الشؤون التابعة للمقطم. أنا مبسوطة النهاردة إن أنا شفتكم وتعرفت عليكم، مبسوطة لانبساط الأولاد. أنا مبسوطة طبعاً باليوم الجميل ده. أنا تيسير بيومي، مدرس مساعد كلية التمريض الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، ومنسق بوحدة خدمة المجتمع. طبعاً بشكر كل الناس اللي شرفونا النهاردة، بشكر وزارة التضامن على مساعدتها لنا، بشكر الجامعة الحديثة، دكتورة ألفت، دكتورة هدى زكي عميدة كلية التمريض، دكتور نجيب عميد كلية الفيزيوثيرابي، وزارة التضامن ضمانة، دكتورة غدا والي، دكتورة عزة عبدون، مديرية إدارة المقطم، الأطفال اللي جولنا، المشرفين، دكتورة سارة سامي، أستاذ خالد، الميديا سيتي. النهاردة كان يوم جميل وبصراحة اتبسطنا، ميرسي قوي. بنقضي يوم جميل خالص مع أولادنا أبناء الدور اليتامى والرعاية الاجتماعية، وبنشكر جدا جدا الجامعة، أستاذة الدكتورة ألفت، الدكتور وليد دعبس، أستاذ محمد فريد، دكتور نبيل الديب، والدكتور طبعا نبيل دعبس، ربنا إن شاء الله يكرمهم ويقعد لهم خير باللي هم بيعملوه، لأن هم الليلة دي كلها بنعملها كل سنة احتفالا بالولاد دول، وانا وكافي اليتيم كهاتين. فتطبيقا للحديث ان احنا لما نيجي يوم ونشاركهم فرحه ونسعدهم ونسعد معاهم الحقيقه ده بيبقى يوم جميل، وان شاء الله يا رب كلهم موجودين، ويا رب اداره الجامعه والاستاذ محمد فريد وكل الاداره ورعايه الشباب و البابليك ريليشنز، الأستاذة دينا بنشكرها على الدعم المتواصل، أستاذة نيفين وفريق العمل بتاعها حقيقة تحفة. الجامعة حاجة رائعة في إنها بتدعم كلية العلاج الطبيعي، في إنها تبين دور الكلية والجامعة في خدمة المجتمع. النهاردة من ضمن الحاجات الجميلة إن إحنا بلغنا بتوع الدور اللي عندهم أبناء معاقين وعايزين علاج طبيعي، أول ما نفتح المستشفى إن شاء الله هيترددوا على المستشفى ياخدوا حقهم في العلاج اللي معمول لوجه الله الكريم بأوامر الدكتورة ألفت والدكتور وليد، إنه هيبقى
فري اوف تشارج، فاحنا بنشكرهم على الدعم وبنشكر الجامعه على مشاركتها المجتمعيه، وبنشكر الدور على دور الايتام والمعاقين والمسنين على رعايتهم للناس اللي محتاجه دعم نفسي واجتماعي. بشكركم كلكم وفريق العمل بالكامل، سواء من الميديا سيتي، بابليك ريليشن، رعايه الشباب، اداره الجامعه. هي يوم جميل، ويا رب يتمم دايما بالنجاح والتوفيق في كل اعمال كليه العلاج الطبيعي وكليه الصيدله وكليه التمريض، كل الكليات في حسن الاداء. شكرا جزيلا لكم. دكتوره ساره مدرس مساعد كليه علاج طبيعي، في اخر اليوم النهارده شكر واجب لكل الناس اللي شرفونا النهارده من ضيوف ومن منظمين. شكر خاص جدا كعادتها رئيس الجامعه بترعى حاجات مختلفه ليها اثر طيب على الطلاب وعلى الستاف وعلى الاطفال. يعني عندي كلام كتير عايزه اقوله، بس مش هقول غير كل سنه واحنا طيبين ان شاء الله وبخير وعلى الخير متجمعين باذن الله. مصطفى محمد جمال، الفرقه الثالثه علاج طبيعي. الحمد لله النهارده كان يوم ممتاز بالتنظيم مع صيدله ومع البي ار مع استاذ خالد معتصم، وكان تحت اشراف دكتوره ساره سامي من علاج طبيعي. الحمد لله كان الاشتراك كان مع صيدله ومع تمريض، كان ثلاث كليات. ده كان فرق بين السنه اللي فاتت، دي السنه الثالثه على التوالي نعمل فيها يوم اليتيم. الحمد لله دور الايتام كانوا اربعه وكان عدد جميل. الحمد لله يعني كان اليوم عدى بخير والاطفال اتبسطوا. ابو العلا راضي، ممثل الرسمي لبي اس اف ام تي اي ومسؤول العلاقات العامه الخارجيه بي اس اف ام تي اي. طبعا النهارده احنا نظمنا يوم اليتيم بالتعاون مع علاج طبيعي وتمريض، وبنشكر الجامعه على الدعم طبعا اللي بيدوه لنا في اليوم كله عامه، وسعداء جدا ان احنا بننظمه المره الخامسه على من اول ما اشتغلنا في يوم اليتيم عموما. وطبعا احنا سعداء جدا باليوم وبالتنظيم، وشكرا للجامعه وكليه علاج طبيعي وكليه التمريض. والصراحه يعني هم قمنا بتنظيم اليوم مع بعض وطلع باحسن شكل احنا عايزينه، وشكرا على كل المجهود المبذول النهارده. يلا
حسن.